السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا مرحبا شيخ الكريم. أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. الله يكرم. نعم شيخنا الكريم، هناك موضوعان، موضوع عن الطهارة، موضوع فقهي، وفي أثر عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، نريد أن نقف على معناه وعلى صحته. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فهل هذه المقولة صحيحة؟ وهل هي فعلا من أقوال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، هذا منقول موقوفا على علي رضي الله عنه. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالأثر ثابت عن علي رضي الله عنه، وأعتقد لا يثبت مرفوعا أبدا عن النبي عليه صلوات الله وسلامه. عليه الصلاة والسلام. وفقه الحديث أو معنى الحديث ببساطة شديدة أنه ينبغي للمتكلم إذا كلم العامة دون طلبة العلم ألا يتحدث مع العامة في المتشابهات، إنما يتحدث معهم في المحكمات اللي هي بنسميها القطعيات. إنما المتشابهات، خاصة مثلا المتشابهات فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، أسمائه وصفاته، فالحديث في هذا الباب مع العامة يختلف عن الحديث في هذا الباب مع طلبة العلم. طلبة العلم يعو ما معنى المحكم وما معنى المتشابه والفرق بينهما، وبالتالي يؤمن عليهم هذا الحديث أو هذا الكلام ولا يكون لهم فتنة. إنما العوام ربما لا يستوعبون كثيرا من هذه الأمور المتشابهة. فمراد علي رضي الله عنه لا تتحدث في المتشابهات مع عامة الناس دون طلبة العلم، لأن الحديث في المتشابهات ربما بالفعل يكون لبعضهم فتنة. فتنة يعني، كنت لسه أقول لحضرتك ما معنى فتنة هنا؟ يعني فتنة يعني عدم القناعة وعدم الفهم على الوجه الصحيح. بل بلا يفهم خطأ. نعم، عدم القناعة أولا، وبعدين الفهم الغير صحيح، يفهمك على غير الوجه الذي أردت، أخذ بالك؟ هذا معنى يكون لبعضهم فتنة. لا نريد طبعا ضرب أمثلة، لأنه لو ضربنا أمثلة سنكون نحن ممن أثار بعض المتشابهات، خاصة المسائل المشهورة، المتشابهات المشهورة في باب الاعتقاد، ده جانب مهم جدا. لكن في باب العمليات اللي هي باب بنسميه المسائل الفقهية، الأمر فيها هين. يعني أنا مثلا لو ذكرت الآن للناس أنه مسألة مثلا في الأحكام النجاسات، مني الآدمي فيه خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب الحنابلة والشافعية إلى القول بطهارته، ربما يستغرب هذا كثير من الناس، إزاي طهارته وهو يخرج من مجرى البول ونحن نقول المقولة المشهورة كل ما خرج من السبيلين فهو نجس؟ نرجع نقول للناس لا، المقولة بتاع كل ما خرج من السبيلين من النجاسات ليست منضبطة، إنما يمكن أن نقول جل ما خرج من السبيلين، بدليل أن المني من نفس السبيل الذي يخرج منه البول، لكن عند الشافعية والحنابلة طاهر، لكنه في نفس الوقت عند المالكية والحنفية نجس. والراجح عشان ما نفوتهاش كده والناس تقع في بلبلة كده يعني والله شوف، الراجح عندي من باب الاحتياط هو قول المالكية وقول الحنفية بالنجاسة. ليه؟ لأنه سبب الاختلاف هو اختلافهم على حديث عائشة رضي الله عنها، قالت كنت أغسله، نعم، ومرة قالت كنت أفركه. لما قالت كنت أغسله قالوا بس، إذن هو من النجاسات لأنها بتطهره بالماء.
لكن لما جاءت رواية كنت إذا كان يابسا أفركه، بدأوا يختلفوا، هل الفرق ده إزالة من وسائل إزالات النجس، ولا الفرق ده الفرق ليس من وسائل إزالة النجس؟ فمن قال الفرق أيوة نعم من وسائل إزالة النجس قال بنجاسة المني، وهم الحنفية والمالكية. ومن قال إن الفرق لا ليس من وسائل إزالة النجس، إنما الماء من وسائل إزالة النجس، فلذلك قالوا بطهارته، مش فارق عندهم غسلته ولا فركته عليها رضوان الله تبارك وتعالى. هي مسألة خلافية، نعم ثابت فيها الخلاف خلافية. نعم. فالمسائل في الفقهيات الأمر بسيط، هي متسع، في متسع، فيها متسع، لكن لما تتحدث في الغيبيات أو تتحدث في باب الاعتقادات فالاحتياط واجب، إن احنا لا نغوص كثيرا أمام العامة في المسائل المتشابهات. يعني هي مراعاة حال المتلقي. حال المتلقي طبعا، يعني اللي بيكلم كبير خلاف اللي بيكلم صغير، خلاف بين يكلم قليل الفهم مع الذكي، المتعلم مع قليل الفهم، وهكذا. ولذلك الجهل عذر من الأعذار. نعم. والخطأ عذر من الأعذار. صحيح. ليه؟ لأنه هذا الجاهل وهذا المخطئ لا يبلغه أو لا تبلغ عقوله أو عقله كثير من المسائل اللي هو بيسمعها، وبالتالي يفهم على الوجه الخاطئ ويكون معذورا بهذا الخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالشاهد أنه هذا ينطبق على باب الغيبيات وينطبق على باب العقائد المتشابهات في الغيبيات والعقائد، ولا ينطبق هذا على المسائل العملية، لأنه الأصل في المسائل العملية في الغالب أنها مسائل وقع فيها الاختلاف بسبب تباين المراكز الأدبية للأدلة، ما بين القطعي الثبوت وظن الثبوت، وما بين قطع الدلالة وظن الدلالة، والله أعلم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا. جزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. قطع الاتصال، معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ازيك يا أستاذ أحمد؟ أهلا ومرحبا، من معنا؟ ربنا يبارك لك، أخوك عبد الله. أخونا عبد الله، أهلا ومرحبا يا عبد الله، تفضل. تفضل يا فندم. السلام عليكم. انقطع الاتصال، احنا لعلنا أطلنا عليهم بعض الشيء. شيخ كريم، أنا اتصالات أخرى يا أستاذ مصطفى ولا؟ السلام عليكم ورحمة الله. طب شيخ كريم، مسألة الطهارة، وفي ناس عندها وساوس في الطهارة، يعني مسألة، بداية نعرف ما الطهارة وكيف يتطهر الإنسان. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، الطهارة إزالة النجس والخبث. الخبث هو النجس من العينيات كالبول أو البراز أعزكم الله أو ما شابه ذلك، إنما الطهارة من النجس يعني الطهارة من الحدث، التنظف من الحدث بالطريقة الموصوفة شرعا. الحدث زي الحدث الأصغر من بول أو غائط أو مذي أو ودي، أو الحدث الأكبر، الطهارة من الحدث الأكبر وهو الجنابة أو الاستمناء، واخد بالك؟ نعم دكتور. شيخ الحبيب، هذا بداية معنى الطهارة. نعم. نواصل، هل هي طهارة الثوب فقط أم البدن والثوب والمكان؟ ولكن بعد هذا الاتصال، أخت زينب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي. لو سمحت كنت عايز أعرف كيف تؤدي صلاة الحاجة. صلاة الحاجة؟ كنت عايز أعرف كيف تؤدى، وبتؤدى لإيه بالظبط، يعني مش فاهمة أوي. حاضر. في سؤال تاني؟ في أمان الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. يا أستاذ أحمد. أستاذ عبد التواب، أهلا ومرحبا. الله يرحم بك يا أخي، الله يبارك فيك. يا رب يسعدك. تفضل. الله يكرمك. مرحبا بك يا أخي. تفضل يا فندم. وطي التلفزيون عشان تتواصل في الحديث. تفضل يا فندم. ماشي يا أخي. أنا كنت عايز أسأل بس الشيخ شعبان في حكاية الأذان الواحد والأذان يوم الجمعة. سؤال متكرر كان معايا في حلقة العصر. تمام. حصل ان كان عندنا المسجد مفتتح لسه بقاله سنة، وكنا بنصلي من اول ما افتتح
بأذان واحد. جه الشيخ طبعا هو في حته يعني متطرف يعني شويه بعيد عن المدينه. جه الشيخ بارك الله فيه يعني الجمعه اللي فاتت راح قال لا يعني العدد قليل يعني كان بتاع 14 نفر او حاجه زي كده. جه قال اذن اذنين تمام. تعامل يعني حصل بقى اختلاف يعني الناس يعني كانت عايزه اذان واحد وناس طبعا عايزه اذنين. فالنعمي اقترح يعني يبقى انتوا اعملوا اذان الجمعه اذانين يعني. وسيدنا عثمان امر ب طيب خلاص واضح الكلام يا استاذ عبد التواب. في سؤال تاني؟ اشكرك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا. تفضل. عبد الله مع حضرتك. السلام عليكم. عبد الله اهلا ومرحبا يا استاذ عبد الله. اتفضل. سلامنا لفضيله الشيخ شعبان. يا رب يحفظك ويحفظه. اتفضل. ربنا يخليك. والله ليا سؤالين كده ولا حاجه. يا مرحبا. والدي من حوالي 10 12 سنه كده كان في واحد من ذوي الفضل كده اداله 3000 جنيه عشان يجيب بيهم لحمه و... ايوه نعم. قطع الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. ام انس اهلا ومرحبا يا ام انس. اهلا وسهلا بك يا فندم. اتفضل يا فندم. لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤالين بس بعد اذنك. نعم. السؤال الاول انا عارفه ان يعني ان حضرتكم ما فيش في تفسير الاحلام وكده بس هو يعني حلم بسيط يعني ان انا حلمت ان انا بموت وتطلع روحي ومش قادره انطق الشهاده. فانا من ساعه ما حلمت الحلم دوت وانا بخاف يعني انا مش عارفه ايه معنى معلش يعني لو ليه دلاله خلي الشيخ شعبان الله يكرمه يعني يوضحه لي. في سؤال عندك تاني غير ده؟ نعم. معاكي سؤال تاني؟ السؤال التاني يا شيخ انا متزوجه والحمد لله يعني موفقه في حياتي وجوزي انسان كويس وكده بس يعني انا الشقه بتاعتي يعني على قد حالها يعني ضيقه وكده. ربنا يوسع علينا وعليك. المهم هو عندي ام وست كويسه برضو والله وليه بيت يعني على في مكان تاني وممكن تيجي تقعد في الشقه اللي تحت. المهم هو يعني جت حماتي وقعدت عندي يعني مثلا يمكن اسبوع او اكتر او حاجه زي كده بس كانت بتنام تحت لكن كانت بتقضي اليوم عندي فوق من اول الصبح لاخر الليل. معلش السؤال بس عشان التفاصيل ممكن ما تكونش تعنينا قوي. فايه السؤال؟ السؤال يا شيخ ان هل انا بتضايق من الحكايه دي وبالذات ان الشقه ضيقه وانا بحس ان انا مش يعني انها جت قعدت عندكم اسبوع انا بدور لامه بس هل ده حرام ولا حلال من عليا يعني ذنب عليا؟ حاضر. في امان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا ومرحبا. ابو عمار معك. ابو عمار اهلا ومرحبا يا استاذ ابو عمار اتفضل. الله يجزيك خير يا استاذ احمد. كنت عايز اسال الشيخ ما هي نفقة المتعة وكيف تقدر؟ ما هي ايه؟ نفقة المتعة. نفقة المتعة وكيف تقدر؟ حاضر. جزاك الله خير يا استاذ احمد. واياك يا حبيبي في امان الله. معانا صلاة ثانية يا شباب؟ أم مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اتفضلي يا أم مصطفى. أيوة ازيك يا أستاذ أحمد. أهلا ومرحبا. الله يخليك. أنا عندي سؤالين لو سمحت. نعم. السؤال الأول بالنسبة لغسل الميت بالنسبة للحريم. دلوقتي حضرتك أنا بغسل دلوقتي حريم. لما بغسل الحريم بيقولوا لي في فرق بين الغسل وغسل الحريم وغسل الرجالة. والكفن بتاع الحريم غير كفن الرجاله. ده دي حاجه. الحاجه الثانيه دلوقتي ايوه نعم. الحاجه الثانيه دلوقتي ان هو في حاجه اللي هو في حاجه ثانيه دلوقتي الكفن الاخضر بالنسبه للحريم. الكفن الاخضر؟ دلوقتي الحريم بيقولوا في حاجه اسمها كفن اخضر، انا عايز اعرف ايه حكم الكفن الاخضر ده؟ للنساء. حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعود إلى موضوع الطهارة شيخي الكريم. طيب مش عايزين نطول على الشيخ. طيب أستاذ عبد الله ونكتفي والشيخ سلام. إن شاء الله تعالى يجاوب. السلام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يعزك. كان والدي خد من واحد من ذوي الفضل كده من حوالي 10 12 سنة 3000 جنيه. سؤال ال 3000؟ طيب ها؟ وكان قال له تجيب بيهم لحمة وتوزعهم بقى على الفقراء.
لا تمام. فجي الوالد اتزنق في مبلغ وكده وتصرف فيهم، فكان المبلغ ساعتها يجيب حوالي 100 كيلو لحمة. فهل انا دلوقتي نطلع ال 3000 ولا نجيب قيمته بال 100 كيلو لحمة ايام ما كانوا بيساووا؟ واضح السؤال، حاضر بأمان الله. نعم فضيلة الشيخ شعبان، ربنا يمتعك بالصحة والعافية يا رب العالمين. الطهارة كيفية والتفاصيل طبعا ده أمر مهم، لأن في بعض الناس بتوسوس، نجاسة جت على الثوب، مش عارف إيه، الطفل بل على الأرض، بكل شوية تخش تتوضأ، تخش تغتسل، لا هو يعيد الوضوء، تبقى مشكلة في حياتهم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عموما الطهارة في الإسلام من أبسط ما يكون. يعني إن كان الطهارة من الحدث الأصغر اللي هو البول أو البراز أو زي ما ذكرنا، فالوضوء بسيط جدا ومعروف له فرائض وله سنن، فغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل الذراعين حتى يعني المرفقين والمسح على الرأس والأذنين معا وغسل الرجلين، سواء توضأ مرة مرة إن كانت مرة سابقة تجزئ، أو مرتين مرتين يعني العضو الواحد يغسله مرتين، أو توضأ ثلاثا ثلاثا، كل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الطهارة من الحدث الأكبر اللي هو خروج المني أو الحيض أو النفاس، فالطهارة من الحدث الأكبر اسمها الاغتسال. الاغتسال أيضا له فرض أو فرائض وله سنن، لو ذكرناه باختصار فيبدأ ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه حتى يتأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر، ثم يغسل الشق الأيمن، ثم يغسل الشق الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر البدن، هذا هو الغسل الكامل. إنما بقى مسألة الوسواس في الطهارة دي مسألة أخرى. ليه؟ لأنه هو يتوضأ بدل مرتين مرتين ولا ثلاثا ثلاثا يتوضأ أربعا أربعا وخمسا خمسا، مع أنه ده خطأ. ليه؟ لأنه ومن زاد أو استزاد فقد أساء. إنما هو يفعل هذا متابعة للوسواس. نقول لا تزد عن المشروع أبدا، يعني المشروع أقصى مرات الوضوء أن نغسل العضو ثلاثا ثلاثا، لا تفعل أكثر من هذا، سيأتيه الشيطان من جانبه الأيمن ويقول أنت ما توضأت مالكش دعوة، ويأتيه من شماله ويقول أنت ما توضأت مالكش دعوة أنا خلاص توضأت. ليه؟ ليقطع عن نفسه الوسواس ولا يتمادى معه. وكذلك يفعل أيضا في الغسل، وكذلك يفعل في إزالة النجس، لأنه بعض الأحيان مثلا تصيب النجاسة البدن، يعني أنا متوضئ الآن ثم أصابت قدمي شيء من النجاسة، خلاص كل المطلوب أغسل مكان النجاسة وانتهى وأنا على وضوئي. أيوة أنا باق على وضوئي. طيب النجاسة أصابت الثوب، اغسل البقعة التي أصابتها النجاسة، لا يلزم أن أغسل الثوب كله أو تغيير الثوب، لا يلزم ولا يلزم تغيير الثوب من باب أولى. في ناس بتبني على الشك يا شيخ، الأصل أن نبني على الشك أم نبني على اليقين؟ لا الأصل أن نبني على اليقين، يعني الوساوس والشكوك ما تهدمش يقينا. لا تهدم هذا اليقين، تمام. بالعكس ده احنا في مدافعة الوساوس نقول ابني على اليقين، انت توضيت ولا لا؟ ايوه توضيت، خلاص انت كده متوضي. انما لو بنى على الشك خلاص لا تقوم له قائمه. فالشاهد انه الطهاره سواء الطهاره من الحدثين او الطهاره بمعنى ازاله النجس اذا اصاب الثوب او اصاب البدن او اصاب المكان الذي نصلي عليه، فان ازاله النجس شيء يسير، كل المطلوب ان ازيل البقعه التي اصابتها النجاسه اغسلها بالماء وانتهى الامر عند هذا الحد. وهذا ينفع الامهات التي معهن أولاد صغار وغيره، تقول أنا متوضية ودخلت غسلت الولد، هل هذا يضر وضوءي؟ لا 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 يضر وضوءك ولا ينقضه، كل المطلوب إن بعد تطهير الولد اغسل إيديك وانتهت الحكاية. وهكذا الأمر في الإسلام سهل ميسور، ونحن من نشدد على أنفسنا حين نتابع الوساوس، إنما نقطع عن أنفسنا الوساوس بأن احنا لا نتمادى ولا نتابعه ولا نصدقه، وفي نفس الوقت نكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. إن شاء الله مع مرور الوقت يدفع الله عنا هذا الداء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قبل أن نأخذ اتصالات أخرى أو نجيب، قبل الحلقة كانت معي بعض الشباب نتحاور جزاهم الله خيرا، فقال أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم غنى ببعض الأبيات،
فأما أردت أن أصوب له، فقال الآخر لا بلاش غنى، لأني اعترضت على اللفظة، فقال هو أنشد، فأنا نفيت كلا الأمرين. طبعا بنص الآية وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وهذا ليس قدحا في الشعر، فالشعر كالكلام طيبه طيب وقبيحه قبيح. فهل هذه الأوصاف يعني تجوز للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب علينا أن نوقره عليه صلوات الله وسلامه، وأن نتأدب في الحديث عنه عليه صلوات الله وسلامه، وأن ننتقي الألفاظ التي ليس فيها التباس. لأننا لو قلت النبي غنى، فالناس بينصرف ذهنهم إلى الغناء اللي هو الغناء المعروف، ودي تبقى كارثة. هو ده اللي احنا بنقول حديث لا تبلغه عقولهم فيكون لبعضهم فتنة. ده مثال. لو قلت النبي غنى في غزوة الخندق أو عند حفر الخندق عليه الصلاة والسلام، يفهم بعض الناس إنه الغناء اللي هو الغناء المعروف لدينا. لكن لو قلت النبي عليه الصلاة والسلام أنشد بعض الشعر، فإن هذه حقيقة ليس بشعر. هذه كلمات تشبه الشعر. ماما ماما فعل فعل ليست شعر. يعني لو قلت ماما ماما بقيت شعر فليست شعر. كان الدكتور طيب. جودة أمين كان الله يرحمه حسن إليه، كان قال إن الشعر، هو كان أستاذ دكتور في كلية دار العلوم، قال إن الشعر لابد فيه من العمد والتخيل وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عمد الشعر. يا سيد الحبيب أنت فهمت كلام دكتورك وأستاذك على غير وجه. نعم. عليها رحمة الله، ويقصد من ينشئ الشعر. نعم. طبعا أنا لما أجي أنشئ شعرا يعني أألف شعر، لابد أن يكون الشاعر ده واسع الخيال، ولابد أن يكون ثري في اللغة، ولابد أن يكون عارف بالأحكام والضوابط اللغة، ولابد أن يكون عنده تجربة شعرية، ولابد أن يكون عنده قصة حدث عيشه يريد أن يعبر عنه. أيوة إحنا لا نقول النبي قال شعرا أنشأ شعرا، إنما قرأ شعرا أنشد بعض الشعر. هو مش قال عليه الصلاة والسلام خير، أنا عايز أجيب اللفظة بالضبط، يعني أفضل ما قال ما قاله شاعر قول لبيد ابن الأعصم، ألا كل شيء ما خلى الله باطله. هو كده النبي تلا شعرا واستمع إلى شعر. تلا شعرا وكان يسمع لشاعره عليه رضوان الله تبارك وتعالى. أنا أقصد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقول لا شعرا لا أو لا الذي ينشئه. لا يا حبيبي يا نعم. حبيبي إخوانك المتحاورون معك ما قال منهم أحد إنه النبي شاعر عشان نقول له لا، لا كان شاعر ولا كان كاهن، النبي القرآن نفى عنه الكلام ده. لا، النبي قال بعض الشعر، نعم تكلم ببعض الشعر، نعم نقل بعض الشعر على لبيد، نعم هو الذي قال للنساء ولعائشة وهم يرجعون من فرح أو عرس عند الأنصار، يعني إن الأنصار قوم يعجبهم له، هل قلتم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت ذراريكم. أنت تحفظ هذه الأبيات عن مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا هذا. طيب. صلى الله عليه وسلم. يعني نحن لا نعرف لها سلفا، هذا معلوم، إلا النبي تلاها عليه الصلاة والسلام. إذن هو تكلم ببعض الشعر مما أعجبه عليه الصلاة والسلام، زي يوم الخندق كده. تمام. والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. هذه الأبيات إيه رأيك بقى من بنيات إنشاء النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هو لو أنا ألفت في حياتي 7-8 أبيات لا توصف بالشعر أو أنك شاعر، إنما واحد بقى كتب 4 دوين و5 دوين هو ده الشعر صحيح، إنما واحد كتب له 3-4 أبيات طول عمره عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يكون منطبق عليه وصف الشعر. لكنه تلا بعض الشعر مما أعجبه عليه الصلاة والسلام من غيره أو من إنشائه هو عليه الصلاة والسلام. عظيم، جزاك الله خير يا شيخي الكريم، هذا مفهوم ومعلوم. لكن هل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف يليق أم لا يليق؟ ما احنا قلنا لا لا نقول غنى، لكن نقول أنشد شيئا من الشعر. عظيم، جزاك الله خير، ولذلك قلت لهم سأسأل شيخي وحبيبي فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم وبكم نتعلم شيخي الكريم، جزاك الله خير. وإياك. الأخت زينب تسأل عن صلاة أو كيفية صلاة الحاجة، ولماذا نصليها، كيفية وليه بنصليها.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لابنتنا السائلة: ما عندناش في هدي النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف بصلاة الحاجة، ما فيش حاجة عندنا اسمها صلاة الحاجة. في عندنا صلاة الليل، في عندنا صلاة الخسوف، صلاة الكسوف، صلاة التراويح، صلاة الضحى، صلاة الاستخارة، لكن ما عندنا صلاة بذاتها معروفة بهذا الوصف، اسمها صلاة الحاج. لكن يشرع للإنسان منا أنه إذا كان له حاجة عند الله تبارك وتعالى فنحن نقول له: دع حاجتك بين يدي الله عز وجل في صلاتك، في سجودك بصفة خاصة، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. عشان كده قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. قم صلي ركعتين نافلة، قم صلي ركعتين بنية سنة الوضوء، قم صلي ركعتين بنية الضحى، قم صلي ركعتين بنية سنة بعدية للظهر ولا سنة بعدية للعشاء، وضع حاجتك بين يدي الله عز وجل في سجودك: يا رب يا رب يا رب. فربنا تبارك وتعالى يعني جدير بأن يستجيب لعبده في هذا الحال، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أستاذ عبد التواب، يعني الإمام مش من القرية أو من بلدهم، وجي لقى في 14 واحد في صلاة الجمعة، فاقترح عليهم أنه يبقى في المسجد في يوم الجمعة أذانين، فما حكم هذا الاقتراح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، يعني أنا أستغرب أنه تصور أن الحل في تكثير عدد المصلين أن يجعل للجمعة أذانين. ما علاقة الأذانين ولا حتى ثلاث أذانات للعدد القليل ولا العدد الكثير؟ فلا علاقة بين هذا وبين تلك. لكن خلونا نتحدث في صلب المسألة، اللي هو: هل الهدي النبوي عليه الصلاة والسلام أذانين للجمعة ولا أذان واحد؟ الهدي النبوي المأثور عن النبي نفسه عليه صلوات الله وسلامه أنه كان يؤذن بين يديه حال صعوده المنبر صلى الله عليه وسلم بأذان واحد. لكن عثمان رضي الله عنه لما جاء وكثر الناس في خلافته، وبدأ بعض الناس ينشغلون في أسواقهم ولا يتحرون وقت حضورهم للصلاة ولا يبكرون في الحضور إلى الجمعة، فبعث عثمان بمؤذن يؤذن أذانا على الزوراء في قريب مكان قريب من السوق، إعلاما للناس، لأنه الأذان داخل المسجد لا يسمعهم، لأن إحنا الخطيب بيطلع على المنبر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يبدأ المؤذن يؤذن. هذا الأذان داخل المسجد لا يبلغ إلى الناس في السوق لما كثر الناس واتسعت المدينة. فبعث عثمان في خلافته على الزوراء مكان قريب من السوق مرتفع من يؤذن أذان تذكير الناس بدخول وقت الجمعة. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يجوز لنا أن نأخذ بأذان عثمان إذا لزم الأمر، لكن الحاجة التي من أجلها جعل عثمان أذانا ثانيا على الزوراء قريبا من السوق لإبلاغ الناس، الآن الحاجة دي منتفية. ليه؟ الناس معاها ساعات مكبرات ومعاها موبايلات فيها الأذان بيؤذن على الموبايل، برامج الموضوع على العدد، التوقيت نفسه معروف، الظهر على الساعة 12 إلى 5 ولا 12 دقيقة، الميكروفونات تملأ المساجد والمنائر، وبالتالي الأذان يبلغ للناس سواء من قريتهم ولا من القرية اللي جنبهم ولا من القرية اللي بعدهم. فأصبحت الحاجة إلى الأذان الثاني غير معتبرة. ثالثا، لو أردنا أن احنا نأخذ بأذان عثمان، طب ما نخليه بالطريقة اللي عملها عثمان، خلي الأذان اللي هو الثاني ده برا المسجد، يعني على مكان قريب من بيوت الناس، من أسواق الناس وغيره، واللي كان داخل المسجد هو أذان واحد فقط. لم يبقى إلا شيء واحد، ألا وهو ما يحتج به بعض الناس، وهو وجود الأذانين في الحرمين الشريفين. لكن لعلك تلاحظ أنه الأذانين في الحرم ليسوا بالطريقة التي يؤذن بها في بعض المساجد عندنا، فبين الأذان والأذان فترة ليست دقيقتين ثلاثة كما هو المعتاد عندنا. فالأفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الهدي
هدي محمد صلى الله عليه وسلم أن نكتفي بأذان واحد، والميكروفونات والساعات والتواقيت والموبايلات أغنتنا عن الحاجة إلى أذان ثان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأستاذ عبد الله يسأل عن مسألة أن في أحد الناس أعطى والده من 12-10 سنين تقريبا حوالي 3000 جنيه لتوزيعهم لحما على الفقراء، ويبدو أنه يعني أنفقها، فهل إذا أرادوا الآن أن يردوا هذه الأموال ويوزعوها على الفقراء لحما، هل بقيمة اللحم بسعر اليوم أم بسعر الأمس، أم هو يخرج نفس القيمة 3000 جنيه وبس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم غفر الله للوالد رحمه الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يتقبله في الصالحين. لا شك أن الإنسان إذا استؤمن على أمانة فلا بد أن يكون حريصا على أداء هذه الأمانة على الوجه الذي وكل بها، وبالتالي لا يقع في مثل ما وقع فيه الوالد عليه رحمة الله تعالى، لكن غفر الله لنا وله. لكن الأبناء الآن أحسنوا جزاهم الله خيرا أن هم تذكروا هذا الأمر عن والدهم، ويعني يحاولوا الآن السداد عن والدهم، وسداد الدين عن الميت من أوجب الواجبات على ورثته وعلى أوليائه، حتى إن التركات لا توزع إلا بعد سداد ما على الميت من ديون، سواء ديون لله عز وجل كزكاة لم يؤديها، أو سواء ديون للمخلوقين. وما كان علينا أن نتأخر هذه المدة إلا إذا كان الأمر كان مجهول ولسه عارفينه قريب، يبقى بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا. نعود إلى طريقة السداد. لو إحنا النهاردة سدينا الثلاثة آلاف اللي كانوا معاه، سدناهم 3000، 3000 النهاردة قيمتهم الشرائية تدهورت إلى حد كبير جدا جدا، وفي هذا إهدار لحق الفقراء والمساكين. فأوسط الأمور إن إحنا نتوسط القيمة، مش نتوسط المبلغ نفسه، القيمة. يعني عمنا بيقول في السؤال إنه ال 3000 كانت تجيب 100 كيلو، يا سيدي هاتوا 50-60 وتبرئة لذمتكم وتبرئة لذمة أبيكم، ووزعوه على الفقراء. نعم. فيما يعرف بعملية التقارب بين القيمة المبلغ الحقيقي والقوة الشرائية المعتادة له، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أم أنس حلمت أنها بتموت، الله يرحمنا كلنا، وكلنا هنموت، ربنا يديك طول العمر يا أم أنس، لكن بتقول ما قدرتش أنطق بالشهادة، فهل لها تأويل شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا أم أنس: يا أم أنس، ما كان ينبغي لك أن تنشغلي بهذا الكابوس الذي كنت فيه. ده كابوس له رؤية ولا حلم ولا كلام، ده إنما هو كابوس من الأشياء المخوفات التي يتلاعب الشيطان ببعضنا إذا هو رقد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو عبث يعبث به الشيطان بأحدكم إذا هو رقد. مش العبرة أن احنا ننطق الشهادة في الحلم ولا في الكابوس، العبرة أنه الله تبارك وتعالى يثبتنا بالقول الثابت عند الاحتضار، فينطق المسلم منا شهادة التوحيد عند موته. إنما في الحلم نطقها ولا ما نطقهاش، قرأ آية ولا ما قرأش، هذا ليس شيئا معتبرا ولا ينشغل الإنسان به على الإطلاق. وأما إن كان المسألة خلاص هموت، ما احنا كلنا هنموت زي حضرتك ما قلت في السؤال: لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقد مات من هو أعظم منا وأرفع منا منزلة عليه الصلاة والسلام، نعاه ربه وهو بين أظهر أصحابه حي يرزق، قال: إنك ميت وإنهم ميتون. المهم أن نستعد لساعة الموت ولما بعد الموت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. متزوجة وهي موفقة في حياتها، ووصفت زوجها الحمد لله بأوصاف طيبة، ولكن مشكلة المسكن ضيق، وحماتها جت قعدت عندها أسبوع أو ما شابه ذلك، وهي بتتضايق بهذا الأمر، فهل تأثم لهذا الضيق؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا ينبغي لك أيتها الأخت السائلة أن تتضايقي من وجود حماتك والدة الزوج عندك، مش يوم ولا أسبوع، أياما وأسابيع. أولا، لأن الأم بالنسبة للزوج هي رقم واحد في حياته. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل
أي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه. طب ما هو عنده زوجة، أيوة بس أمه الأول. طب ما هو عنده أب، أيوة بس برضو أمه الأول. فإذا كانت الأم في بالنسبة للزوج هي رقم واحد في حياته، فلو جاءت الأم لتجلس على قلوبنا مش على فرشنا، على قلوبنا على رؤوسنا، فهي أم تكرم إكراما لله عز وجل وطاعة له وإكراما للزوج. فلا ينبغي لك أن تتضايقي وتصوري المسألة عليك. عليك إزاي بقى؟ ليك أخ متزوج بغريبة بوحدة، وجاءت أمك أنت وأمه لتجلس عنه بدل الشهر شهور، والسكن ضيق والمعيشة ضيقة نفسها كمان. هل لو تضايقت زوجة أخيك من والدتك هنقول إيه ساعتها؟ ليه يعني؟ هي شايلها فوق راسها يعني؟ يعني هي بتأكلها من خير أهلها؟ ما هو ده خير ابنها، ده مش عارف إيه، ده كلام مظبوط كله. طيب ما نحن أولى بهذا الآن، لا ينبغي لك أن تتضايقي، اعتبريها أمك وهي التي أتت إليك وجلست بدل الأسبوع أسابيع. هل تتضايقين من أمك أنت لو جلست في بيتك بدل الأسبوع أسابيع؟ لو قلت أتضايق تبقي عق، لو قلت لا أتضايق نقول لك طيب دي أمك ودي أمك برضو اللي هي أم الزوج، فخذيها على الرحب والسعة وأخرجي أحسن ما عندك لها. وإن جلست عندك شهورا ودهورا فإن الله عز وجل يوسع بهذا عليك في البيت، في صحتك ودينك وزوجك وأولادك، لأن هذا من إكرام ذي الشيبة، إكرام كبير السن، إكرام الأم، وهو من أعظم الأعمال عند الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أختنا، تفضل. لو سمحت كنت عايزة أعرف أولاد خال أمي هل يعتبرون من المحارم ليا، خصوصا أن الأوسط فيهم أخو لأمي من الرضاعة. الأوسط إيه؟ أخو الأم. أخو لأمي من الرضاعة. حاضر. وكنت عايزة أعرف إيه الحكم لو مر رجل أجنبي وأنا أصلي، إيه حكم الصلاة؟ أنت التي رأيتيه أم هو الذي رأك؟ يعتبر الإسلام معنى يعني. حاضر. كنت عايز ارفقكم الصلاه ايه؟ جزاكم الله خير. حاضر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا استاذه وفاء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا، تفضلي. انا مخطوبه وكان خطيبي يعني عايز يجيب قرض عشان يكمل موضوع الزواج، ده حرام ولا حلال؟ حاضر. وفي انهي حاله القرض يعني حلال الانسان ممكن يجيبه؟ ممكن سؤال ثاني؟ تفضلي يا فندم. ما حكم معاملة الأب الظالم لأبنائه وزوجته، وإن هو بيمنع يعني نشوف أمنا، يعني هل نطيعه ولا لا؟ حاضر، شكرا، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب عود الاتصال، بارك الله فيكم. أم عمار، فقه نفقة المتعة وكيف تقدر؟ نعم شيخنا الكريم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نفقة المتعة من حقوق المرأة المطلقة، يعني حق يثبت بالطلاق ولا يثبت بالنكاح أسبق منه يعني. لكنه حق غير مقدر في الشريعة، ما عندناش مبلغ معين قدرته الشريعة، إنما يقدره أهل الخبرة والاختصاص حسب حال الزوج من اليسار أو من الفقر، يعني على قدر غنى الزوج أو فقره. فمتعهن على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، اللي عنده سعة وسع يا عمي، واللي عنده على قد حاله بنقدر النفقة على قدر حال الزوج، لأن هو اللي هينفق وهو اللي هيدفع، وهذه يقدرها أهل الخبرة والاختصاص عرفيا ووديا. وإذا انتقل الأمر إلى المحاكم فإن المحاكم الشرعية عادة كان لها عرف سابق إن هي بتحكم بشهر متعة على السنة من سنوات الزوجية، إذا كانت سنوات الزوجية أكثر من 10 سنوات. يعني لو متزوجة 10 سنين وتم الطلاق بيحكمونها بـ10 شهور متعة،
كان هذا إلى عهد قريب يعني يقدره القضاء في المحاكم الشرعية، لأنه هو حتى في القانون تقديري وأحيانا بينتدب لهذا خبير ويتحرى عن دخل الزوج وإلى آخره، لكن هي في النهاية تقدر وديا عرفيا أو تقدر عن طريق المحاكم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وبركاته. أيوة لو سمحت ممكن أسأل الشيخ سؤالين؟ تفضل يا فن. أيوة لو سمحت، أنا معي حد في الشغل يعني في الموجودة يعني معي في الشغل، أنا ما بروح بتحب دايما تشكيلي يعني مثلا زوجها مثلا بتشكيلي من حد مثلا مزعلها أو حاجة أو كده، فأنا دايما إيه يعني بحب إيه أنا أقولها طب معلش سامحيها، طب اقول لها مبررات او كده هوت يعني، بس ايه يعني دايما على طول الموضوع دوت يعني، فانا عايزه اسال يعني هو يدخل في مجال الغيبه والنميمه وكده، وانا كم يعني او اعمل ايه طيب عشان خاطر ان انا ايه الموضوع ده معايا في الشغل على طول يعني، مثلا اي حد يشكيلي من حد او كده فانا مش عارفه يعني ايه، انا بس ان انا بوجهها وكده، بس انا الموضوع السماع بقى ان انا اسمع. طيب هل في مشكله يعني؟ في سؤال تاني لو سمحت. اتفضل. السؤال الثاني بقى، انا كنت يعني كنت مع اهل زوجي وكده اهوت متزوجه وكده اهوت، وبعدين ايه زوجي يعني بعد ما توفى تزوجت وكده اهوت، فهو ايه زوجي الثاني لما ما كانش بيصرف عليا وكده اهوت خالص، وطلبت منه ايه الطلاق، فهو ما طلبت الطلاق عشان خاطر ما كانش بيصرف، فانا ايه عند المأذون بقى اخته قالت ده انت اللي طالبه مالكيش حاجه، فهو هل كده فعلا انا ماليش حاجه عشان خاطر انا اللي طالبه، بس هو ما كانش بيصرف عليا وما كانش بيعدل. حاضر. ف انا كانش ليا حاجه ولا لا؟ طيب ولا يعني في ظلم او كده؟ بس شكرا. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اتصل تاني. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عايز اتكلم الشيخ بعد اذنك. اتفضلي يا اختنا. طيب مين؟ سلام عليكم. اتفضلي. اتفضلي يا فندم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا يعني بعد إذن حضرتك أنا تعبانة جدا وعندي وسواس قهري. نعم فيك يا رب. ومش عارفة أعمل إيه يعني، حياتي كلها متلخبطة وعندي وسواس في النظافة، وبخش الحمام بطول جامد جدا في الحمام، ومش عارفة أعمل إيه يعني، أنا بصلي والحمد لله واحيانا بقرا قران يعني مش مواظب عليه، بس مش عارفه اعمل ايه يعني، الوسواس دوت مش عارفه اتغلب عليه خالص. حاضر. يعني الكل عمال يقول لي هتتغلب عليه بالافكار وقراءه القران والكلام دوت. ربنا يعافيك يا اختنا. واضح الكلام. في سؤال تاني؟ ربنا يعافينا واياك يا رب. في سؤال. نعم. اخر في سؤال تاني؟ انا مش سامعه. طيب اشكرك على الاتصال في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم أم مصطفى، هل غسل الرجل المتوفى هو نفس غسل المرأة المتوفى؟ أطلع على الجميع. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. غسل الميت كغسل الحي، ولا فرق بين غسل الرجل وغسل المرأة إلا في عدد المرات فقط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن كن يغسلن ابنته عليه صلوات الله وسلامه اغسلنها ثلاثا أو خمسا إن رأيتن، يعني إذا رأيتم الحاجة لنغسل ثلاث مرات اغسلوا ثلاث مرات، نغسل خمسة نغسل خمس مرات، هذا هو الفارق. لكن لم يقل هذا في الرجل عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض أهل العلم يعمم الأمرين، يعني لما نيجي نغسل الرجل ممكن نغسله ثلاثة غسلات. طيب لو رأينا أنه يحتاج يعني لسه في مثلا عزك الله روائح من روائح العرق أو الأدوية التي كان يتداولها أو يتناولها أو شيء من هذا القبيل، ممكن نزود الغسلات؟ نزودها، بس نخليها وتر خمسة بدل ثلاثة، نزيد غسلتين. فغسل الرجل هو نفس غسل المرأة، وغسل الميت عموما هو نفس غسل الحي، لكن في عدد المرات. إحنا ما بنغتسل من الجنابة أو تغتسل المرأة من الحي تغتسل مرة واحدة، لكن في تغسيل الميت نخلي المرة ثلاث مرات، وأحيانا نخليها خمسة لو رأينا أن هناك ما يدعو لذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الكفن هو الكفن للرجل للمرأة؟ نعم، كفن المرأة ينبغي أن يكون أستر من كفن الرجل، كفن المرأة ينبغي أن يكون أكثر سترا من كفن الرجل، فلو كفنا الرجل في ثلاثة أثواب
نكفن المرأة في 5 أثواب، لكن أحيانا نكون نوعية قماش الكفن نوعية من القماش الثقيل مش الرقيق الخفيف، شفاف يعني، مش شفاف. فلو كان نوعية جيدة من القماش الأبيض ففي هذه الحالة نكتفي ب3 أثواب وتكون ساترة. نعم نكتفي ب3 وتكون ساترة، فالغاية والعبرة بمزيد من ستر المرأة عن كفن الرجل. وكنت أسمع الأخت بتسأل عن الكفن الأخضر، أنا لم أسمع عن شيئا عن هذا الكفن الأخضر، إنما الأصل في الكفن أن يكون أبيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن ثيابكم البياض، فكفنوا فيهن موتاكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا داعي أن نستمع لبعض خرافات بعض الناس، لازم يكون في طرحة، لازم يكون في مش عارف حذاء، لازم يكون الكفن أخضر، والتاني يقول لك الأخضر ده للملون، معذرة بلاش الأخضر، الملون ده للفتاة الآنسة، والأبيض ده للمرأة الثيب. لا، كل الكلام ده لم يرد فيه هدي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصل له في الدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أخت أمة الله، أولاد خال أمي هل يعد من المحارم؟ تقول خصوصا أن الأوسط منهم أو أحدهم يعني أخ لأمي من الرضاعة. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أرجو أن تكون ابنتنا السائلة مستمعة لنا جيدة الآن، فأنا أسألها الآن على الهواء. يا بنيتي، أولاد خالك أنت من المحارم ولا من غير المحارم؟ من غير المحارم. جاوب يا أستاذ أحمد. من غير المحارم. مش محارم، لا. خالي اللي محرم، لكن ولاد خالي مش محرم، مش كده؟ أجانب. صحيح. طيب، فما بالك بقى بولاد خالي الأم؟ هو من كده بعدنا درجة ولا قربنا درجة؟ هو من جاز للأم جاز للبنت. الله ينور. ومن حرم على الأم حرم على البنت. جميل. إذن أولاد خالك ليسوا من المحارم، إنما خالك هو المحرم بالنسبة لك. أما أوسطهم اللي هو رضع مع الأم فهو أخوها من الرضاعة، فده مبقاش ابن خالك بقى، ده ابن خالك من ناحية وخالك من ناحية أخرى لكونه أخ للأم من الرضاعة. هو وحده الأوسط وحده فقط. أما الباقيين فقولا واحدا، وإن كان طبعا هيستغربوا كلمة قول واحد دي، أخونا حاتم، أخونا حاتم حسين، إنما هو أبناء الخال قولا واحدا ليسوا من المحارم، إلا صاحبنا الأوسط الذي هو خالك لكونه أخا لأمك من الرضاعة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. رؤية رجل أجنبي لها وهي أثناء الصلاة، أو يعني كلاهما رأى الآخر، فما حكم صلاتها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني المرأة عموما إذا كانت تصلي في مكان يغلب عليه وجود الأجانب فلا بد لها أن تستتر، يعني تختار أستر مكان تصلي فيه. فإذا لم يكن ثمة مكان ساتر يمنعها من عيون الأجانب أو من نظر الأجانب إليها، فلتصلي جالسة ولا تقم وتركع، وإنما تصلي جالسة كنوع من الحذر والاحتياط لألا يطلع عليها الأجانب. لكن حنتصور جدلا أنها لم تكن تعرف هذا، أو أنها صلت في مكان ورآها بعض الرجال الأجانب، هل هذا يبطل صلاتها؟ لا، هذا يبطل صلاته، هذا لا يبطل صلاتها إن شاء الله، فصلاتك صحيحة. لكن فيما بعد لما تحب تصلي في مكان يغلب عليه الأجانب، اختاري أستر مكان بعيدا عن عيون الأجانب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هي مخطوبة الأستاذة وفاء، ربنا ييسر لها الأمر، وخطيبها يريد قرضا لإتمام الزواج. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أرجو من هذا الخاطب ألا يفعل ذلك. يعني إحنا هنبدأ حياتنا الزوجية التي نبتغي من الله تبارك وتعالى فيها أن تدوم، وأن يسترنا الله عز وجل، وأن يعني تكون حياة سعيدة، ونبدأ بمعصية من معاصي الله عز وجل ألا وهو القرض. طبعا الربا للأسف الشديد من أفحش الفواحش. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالإنسان عليه الصلاة والسلام، فالإنسان لا يقدم على القرض بفائدة، يعني القرض الربوي، إلا عند ضرورة الضرورات. والأخت بتسأل إمتى يمكن أن نقترض؟ إلا عند ضرورة الضرورات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الضرورات كأن يكون الرجل ليس له مسكنا يؤويه،
ما عندوش سكن اطلاقا، لا يستطيع ان ياتي بسكن الا عن طريق قرض يقترضه فيؤجر سكن مثلا ولا شيء. في هذه الحاله نقول ماشي، او عليه دين اذا لم يسدد يسجن، يا السداد يا السجن. اقترض في الحاله دي؟ اه طبعا اقترض، لانه صيانه النفس من الحبس والسجن ضروره من الضرورات واولويه من الاولويات، وهكذا. انما كده عمال على بطال، لا نتوسع في مساله القرض بفائده لانه من الربا المحرم، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. حكم معامله الاب الظالم، هكذا وصفته، الذي يمنع ابنائه من رؤيه امهم، فهل له الطاعه ام ماذا شيخ؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، الاباء كما لهم على الابناء حق البر، فللابناء على الاباء والامهات ايضا نفس الحق. واجب على الاباء والامهات ان يبروا وان يحسنوا الى ابنائهم وان يعدلوا بينهم، وواجب على الابناء ان يبروا الاباء والامهات. اذا اخفق الابناء او قصروا في بر ابويهم فهم في هذه الحاله عاقين للاباء والامهات، وهذه كبيره من ابشع الكبائر، يعني من اشد المحرمات. واذا ايضا قصر الآباء والأمهات في الإحسان وتربية والعدل بين الأبناء فهم أيضا يعقون في هذه الحالة أبنائهم، وهم ظالمين لأبنائهم في هذه الحالة، وهذا أيضا من المحرمات. فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو أن يضيع من يعول. لكن شق أن الوالد يمنع الأبناء عن وصل أمهم، لا يجوز له أن يمنع الأباء الأبناء عن وصل أمهم، بل الواجب عليه أن يأمر الأبناء ببر أمهم حتى لو كانت طليقته، يعني منفصلة عنه. واضح؟ واضح من السؤال. نعم. ده واجب عليه العكس، أن هو يقول لهم روحوا شوفوا أمكم، لا تبتعدوا عنها، عيشوا معاها، شوفوها، اسألوا، بروا، احسنوا، وهكذا. هذا هو الواجب عليه. لكن أن يمنعهم هذا حرام منه وخطأ منه، لا يجوز. وأيضا لا يجوز للأبناء والبنات أن يسمعوا كلامه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل بروا أمكم وصلوها بقدر ما تستطيعون، فلا أعلم عملا صالحا بعد العبودية لله تبارك وتعالى أعظم من بر الأم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بتقول لها سامحي، معلش، خليها عليكي، بالطيب خطرها، وبتسمع للغيبة والنميمة من بعض الزميلات، فهل تأثم وتعد يعني مشاركة لهذه الغيبة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا، الشكوى ليست من الغيبة. إذا كنا نشتكي من فلان أو فلانة إلى من بيده أن ينصحها أو يمنعها، فهذه الشكوى ليست من الغيبة في شيء، ما دامت ليس فيها كذب ولا مبالغة. واضح؟ واضح. إنما الطرف الآخر اللي بيستمع، إن كان له سلطان على الزميلة ولا الزميل، بمعنى سلطان النصيحة مش سلطان المنع، لا، سلطان النصيحة. الأب ممكن له سلطان المنع، الجد له سلطان أن يمنع، الأم لها سلطان أن تمنع، لكن الأخ وأخته أو الزميل وزميله، فسلطانه هنا سلطان النصيحة. فلو أختنا اللي بتشتكي تشتكي من غير كذب ولا مبالغة، فهذه الشكوى ليست من الغيبة في شيء، والمستمعة ريحيها، يعني امتصي غضبها، طيبي خاطرها، وإن كان في يدك أن تنصح الطرف الآخر بكلمة طيبة فقد أحسنت، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ملكيش حاجة، زوجها الأول توفي وتزوجت من الثاني، ويبدو أنه ما كان ينفق عليها، فأخته قالت لها أنت ملكيش حاجة، أنت اللي طلبت الطلاق. نعم شيخي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذا للأسف الشديد يا عمنا الأستاذ أحمد مفهوم خاطئ لدى كثير من الناس. مش أنت اللي طلبة الطلاق؟ أيوة، خلاص مالكيش. مين اللي قال كده؟ هي طلبت الطلاق من اللي شافته، ما هو طفشها، ما هو خنقها في عيشتها، فطلبت الطلاق غصب عنها، رخم عليها. اسمه الطلاق للضرر. هذه المرأة طلاقها الذي وقع عليها طلاق للضرر، أو طلبها الطلاق من هذا الزوج الذي لا ينفق، أو من الزوج المريض مرضا مزمنا يعجزه عن حقوق الزوجية، هذا أيضا لها أن تطلب الطلاق للضرر، هذا ضرر لا تحتمل المرأة، وتأخذ حقوقها كاملة. نعم.
المثل الحالة الثالثة من رجل به مرض معدي تخشى على نفسها وعلى أبنائها منه، في هذه الحالة لها أيضا أن تطلب الطلاق للضرر. وإذا طلبت المرأة الطلاق للضرر زي أختنا السائلة دي فلها كافة حقوقها المترتبة على الطلاق، وأيضا الحقوق المترتبة على النكاح أسبق منه. ليه؟ لأن احنا قاعدين نتكلم نقول أنت مالكيش يا ستي، ليها ليها مقدم الصداق اللي هو بنسميه النهاردة قايمة العفش، وليها مؤخر الصداق اللي مكتوب في قسيمة النكاح، وليها نفقة عدة الطلاق نفقة 3 أشهر، ولها نفقة المتعة اللي كنا بنتكلم عليها من شوية، يعني يقدرها أهل الخبرة والاختصاص تفوض. لأن هذا طلاق للضرر وليس خلعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سريعا شيخي الكريم، مسألة الوسواس القهري، احنا بدأنا في الطهارة وكان السبب كثرة الأسئلة عن أنا بصلي أنا مش عارف إيه الوضوء. أختنا تقول أنا عندي وسواس قهري، تعالجه إزاي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا في عجالة، أكثر ما يداوي به المسلم الوسواس ليقطعه عن نفسه أن يخالف الوسواس، إنما لو تابعه مرة يدوس عليه الشيطان 10 مرات، ولو تابعه 2 3 مرات الشيطان يتمادى فيدوس عليه في الوسواس 2 3 شهور، لكن لو خالفه مرة كسر أنف الشيطان، خلف الثانية رغم أنف الشيطان، وهكذا. فمخالفة الوسواس هو أمثل الطرق وأولها لعلاجه. يعني أقول لك أنت ما توضتيش، لا اتوضيت خلاص. أنت ما غسلتيش رجلك كويس، لا الحمد لله أنا غسلت رجلي كويس. أنت ما نظفتيش مش عارف الفرشة من سجات الصلاة من النجس من الولد اللي تبول عليه، لا خلاص نظفته، وأنا نظفته فعلا، خلاص غسلته ورشيت عليه الماء خلاص. مخالفة، المخالفة دي رقم واحد. رقم اثنين، الاستعاذة بالله من تعالى من الشيطان الرجيم، كثرة قراءة القرآن بصفة عامة، الأذكار بصفة عامة، قراءة آية الكرسي بصفة خاصة. فإذا هذه الوسائل لم تسعفنا يبقى لابد أن نحتاج في هذه الحالة إلى التدخل الطبي لدى طبيبة الأمراض النفسية والعصبية. مش بنقول الطبيبة النفسية اللي الناس اشتهرت يعني إحنا مجانين، لا، الموضوع ده مش موضوع لا يتعلق بالجنان على الإطلاق، الجنون على الإطلاق. والجنون نفسه ما هو مرض وله يعني دواء عند الأطباء النفسيين، لكن احنا لا نقول طبيب نفسي، نقول طبيب المخ والأعصاب. ده بيتعامل بالروجيتا، بيتعامل بالوصفة العلاجية، يحبط ويثبط الجهاز العصبي اللي مشتعل حركة ليل نهار ده عليكي، يعينك بجانب الأمور الشرعية. خد بالك بيبقى في أدوية بتنظم مسألة التفكير. طبعا 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 موجودة، وده فرع رئيسي الآن من أفرع الطب، النفسية والعصبية، عيادة النفسية والعصبية. لازم تروح لطبيبة أو طبيب مختص. أيوة يعني. نعم، نقول لها على طبيب أو طبيبة، الأفضل طبيبة عشان تاخده وتدي معاها، وإن شاء الله بإذن الله ربنا ينفعك. لكن البند الأولاني مخالفة الوسواس وعدم التمادي والطاعة له على الإطلاق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مجاهدة النفس، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش، ومتعكم الله بالصحة والعافية، بارك ونفعنا الله بعلمكم. المخرج بيحاول يرفع الصوت عشان يقول لي اختم يعني. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا تعالى.